ادهم فرج صاحب المحل. الاسعار بتتراوح من 250 لحد 350، اقصى حاجه 350. الخامات يعني هو الحاجات دي ميرور اوريجينال، يعني ايه زي الاوريجينال بالظبط بس الماتيريال اقل سن، مش زي الاوريجينال اللي انت بتخش التوكيل تجيبه من ب 2000 جنيه و 3000 جنيه. هو انت ممكن اصلا هنا تيجي تاخد 5 كوتشات بسعر كوتش في التوكيل، بدل ما تاخد كوتش واحد تاخد 3 4 كوتشات بسعر كوتش واحد بس في التوكيل. ويعني فرق الخامه قليل قوي، مش لازم ان انا ادفع 3 4000 جنيه بيعيش يعني. انت بدل ما تجيب واحد تجيب 4 5 تغير فيه الخامه بتعيش والله. هي نفس الاوريجينال بالظبط بس الماتيريال بيقل سن. انا عندي من اول 10 سنين لحد بقى ما فوق، من اول 36 و35 لحد 48. يلا بص، عامة الإقبال بيبقى كويس وقت دخول المدارس في موسم رمضان، الواحد مثلا بيخش بيجيب لعيلته كلها، لكن دلوقتي الصوم رايح ليه؟ عشان دلوقتي الواحد بيخش بيجيب كوتش واحد لابنه، كوتش واحد كده لنفسه، مش زي الأول يعني.